مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سيدتي، وزي ما عودناكم نبدأ حلقتنا بأهم المواضيع لليوم. جولة في أبرز أخبار السوشيال ميديا. هل الأطفال أصبحوا انطوائيين بعد الحجر المنزلي وما هي الأسباب؟ الفنان فيصل الساهم يطرب مسامع المشاهدين ويكشف لهم عن بداياته وسر نجاح أعماله الغنائية. في السالفة وما فيها، بر الوالدين في زمن السوشيال ميديا. كل هذه المواضيع وغيرها الكثير من الأخبار في حلقتنا اليوم، ولا تنسوا أنكم تتفاعلوا معنا عبر هاشتاغ برنامج سيدتي، آراءكم واقتراحاتكم وأهم المواضيع اللي حابين نتكلم فيها. مساكم الله بالخير، اكيد مشاهدينا، اكيد مساك الله بالخير ريم، مساك الله بالخير عبير. اهلا وسهلا يا رندا ويا ريم، طبعا مشاهدينا حياكم الله. يعني اكيد عندنا اخبار مره حلوه اليوم، جمعه عاد ويكند، واخبارنا لطيفه ريم ولا ايه؟ بالفعل عبير، هو صحيح ويكند، لكن من اهم الاخبار اليوم طبعا عوده الدراسه الافتراضيه، وبشكل جدا جدي زي ما قال وزير التعليم، سيتم تحضير الطلاب والطالبات الأسبوع القادم من أول يوم واحتساب أي تأخير في الدخول أو أي حالات غياب. أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن المدارس ستحاسب الطلاب على الحضور والانصراف بداية من الأسبوع القادم، وذلك خلال زيارة للمدرسة الافتراضية اللي يتم فيها تسجيل المواد التعليمية لبثها في منصات التعليم المختلفة. وأضاف أنه بداية من الأسبوع القادم سيبدأ اليوم الدراسي عن بعد كما هو الحال في الدراسة الحضورية. وزير الاتصالات، رفعنا مستوى سرعات الانترنت في القرى والهجر لخمسة أضعاف، ويؤكد أن الوزارة استطاعت رفع مستوى سرعات الانترنت في القرى والهجر لخمسة أضعاف، وذلك بعد زيادة النمو في عدد المساكن فيها. جاء ذلك في حوار مفتوح للوزير بمشاركة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خلال زيارتهما للمدرسة الافتراضية مع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، واللي أكد خلاله أنه منذ بداية جائحة كورونا والمملكة تحقق نجاحات في التعامل مع هذه الأزمة. الخطوط الحديدية سار رحلة من الرياض إلى الجوف إضافية بمناسبة اليوم الوطني. أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية سال لعملائها أن في يوم الثلاثاء 22 من سبتمبر سيتم قطاراتها ستنطلق على متر قطاراتها من محطة الرياض، وتمر من عدة مدن هي المجمعة، القصيم، حائل، حتى محطتها الأخيرة في منطقة الجوف، وذلك بالتزامن مع إجازة اليوم الوطني السعودي 90 في المملكة. البيئة تؤكد نجاح الزراعة على مياه البحر وإنتاج أفضل الخضروات والأسماك. وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة تكشف عن مشروع وحدة بحثية يهدف لاستمرار تطوير الدراسات والتجارب المعتمدة في الزراعة على مياه البحر بمركز أبحاث الثروة السمكية بجدة. وأوضحت أن المشروع تمكن خلال أبحاثه من تقليل هدر المياه وتكلفة الطاقة في إنتاج الأسماك والخضار بنظام مغلق التدوير لمياه البحر، معتمدا عليها في الزراعة بصورة كاملة. وش كنت أقول؟ هو ألبوم المطربة أصالة ولمسات أخيرة لألبومها، وهذا هو طبعا الاسم الألبوم، يتضمن 10 أغنيات، وغرت حساب روتانا بسؤال تشويقي: متى سيكون تاريخ الطرح؟ ساعات ونعرف. من أغاني الألبوم وش كنت أقول، من كلمات بدر بن عبد المحسن وألحان عزوف وتوزيع بشار سلطان. سيدة نيجيرية هجرها زوجها لأنه خوفا من عينيها الزرقاوين. سيدة نيجيرية عيناها زرقاء مع بشرة داكنة وجميلة، ولكن عائلة زوجها يقولوا له دائما تريد من نسلك أن يكون هكذا،
وش فيها الجمال؟ عيون زرقاء وسمار. وقامت عائلة زوجها بإخافته منها ومن طفلتيها حتى قرر الزوج أن يهجرها وطفلتيها. ريما الحمود اختيرت كأول مستشارة قانونية سعودية في شركة أبل. غرد المخرج السعودي عامر الحمود بتهاني وتبريكات لابنة ريما، حيث تم اختيارها أول مستشارة سعودية بشركة أبل، وذكر بأن هذا المنصب تشريف لبلادها المملكة العربية السعودية. احنا اكيد ما حبينا انه يمر هذا الخبر مرور الكرام، وحابين اننا نشارك مع المخرج عامر الحمود فرحته بهذا التشريف الكبير بصراحه لينا احنا يمسنا كسعوديين، خصوصا احنا كسيدات سعوديات. معنا عبر الهاتف المخرج عامر الحمود. هلا وسهلا استاذ عامر. يا اهلا وسهلا بك، يا مرحبا. هلا وسهلا والله. أول شيء إحنا نحب الفرحة لكم اليوم بالضبط، إحنا جدا فرحانين وبفرحتك يعني يا أستاذ عامر، ونحب نهنيك ونبارك لك ونشاركك هذه الفرحة، لأنه بالفعل هذا شرف ليك ولينا. أول شيء كلمنا يعني عن هذا الخبر، كيف تلقيت هذا الخبر ومدى سعادتك به؟ أول شيء الحقيقة قبل ما أبدأ بكل شيء أحب أن أقدم خالص وتقديري للدكتورة ليلى الهلالي على هذا الإنجاز العظيم اللي عملته الحقيقة في تربية أبنائها اللي هم غادة وريم وفيصل لله الحمد، وما وصلوا ليلى بفضل من رب العالمين ثم بالرعاية والاهتمام من أمهم بشكل كبير. هم طبعا درسوا وتعلموا، وأيضا ما أنسى فضل الدولة عليهم الحقيقة مسألة التعب في لندن بالبكالوريوس والماجستير ما شاء الله. أي فهي درست في سواس، جامعة سواس، خارج جامعة سواس، جامعة سواس اللي هي قانون وعلاقات دولية، وأيضا بعد أخذت الماجستير قانون تجاري دولي من نفس الجامعة، وعملت في من في بعض المكاتب الدولية الحقيقة اللي هي يسمونها الدائرة الذهبية من أهم المكاتب اللي هو تريبل تشانس. والحمد لله تخصصت في موضوع المالية، ومن ثم أيضا في موضوع الإفلاس، قانون الإفلاس وتشريع القوانين والمرافعات. وبمحض الصدفة الحقيقة هي عندها في لينكدين صفحة، واختيرت من قبل شركة أبل من خلال السي في تبعها اللي موجود، والحقيقة الإنجازات اللي كانت تقوم فيها أثناء عملها السابق في هذا المكتب يعني. ما شاء الله. أي. تم اختيارها على اللي موجود حقها، وتمت المباحثات، وخذت يعني استغرقت وقت كبير جدا في مسألة إنه الانترفيو واللقاءات والاختبارات اللي تمت من خلال أمريكا طبعا، لأن هي يعني ترجع وظيفتها إلى الشركة الأم يعني. واختيرت هي مستشار قانون ما شاء الله تبارك الله، يعني لو ما كانت تستاهل يا أستاذ عامر ما كانت وصلت لهذا المنصب. وأهم شيء كمان بدعمكم، يعني دور الأم والأب جدا كبير. إحنا يمكن أكثر شيء لفتنا هو فخرك ببنتك الله يخليها ليك، وإنك تدعمها وإنك تتحدث عن هذه الفرحة. بس أبغى أسألك كأب، قد إيش مهم إنه الأب يكون داعم ودافع لبنته لتعليمها لحياتها لشغلها؟ يعني للأمانة بصراحة ما في أجمل وأروع من فرحة نجاح الابن أو البنت. يعني أنا كثير الحمد لله إذا الله حقق لي نجاحات في كثير من الأعمال في مسيرتي الفنية، أنا أعتقد نجاح أولادي أو نجاح بناتي هو الحقيقة بالنسبة لي هو الأكثر سعادة وأكثر يعني بشكل لي شيء كبير. وأنا أنصح والله إلى الاستثمار بالأبناء الحقيقة، هذا شيء عظيم جدا بالفعل. يعني فعلا لو تقصر على نفسك في كل معالم حياتك حتى يمكن في أكلك وشربك، على أنك أنت تقوم أبناء وبنات قادرين على أن يعني يكونوا مؤثرين في المجتمع الحقيقة، هذا حي يعني فيما بعد حيكون بالنسبة لك فخر كبير جدا أنك أنت تقدر تفتخر فيه يعني. عارفة أنا أقول الآن الحمد لله والشكر، يعني هم الآن أنا مثل ما تقولي كأني الحمد لله سلمتهم الرأي، يعني قلت لهم خلاص أنا بالنسبة لي يعني الحمد لله أنا الآن مطمن في حياتي ما تبقى من حياتي من خلال
بالفعل استاذ عامر. نعم. شكرا لك والف مبروك مره ثانيه، واكيد نحب نوجه تحيه لوالده ريما، وان شاء الله في يوم من الايام ريما تكون ضيفه معنا كمان هنا في استديو السيدتي. شكرا لك. كاريكاتير للرسام سراج الغامدي بعنوان وحشتوني. يعني ماني عارف نجتمع زي زمان يعني عشان كورونا يعني، ولا هم بيجتمعوا ويصير هذه هي النتيجة يعني. صح. نفس الوضع لسه. صح. ما تغير. إلى الفن نستعرض لكم آخر تغريدة للفنان راشد الماجد، وذكر قائلا: وإنت الحب يا أبو عبد الله، عشرة عمر وسنين تكفى توسط لي عند الشاعر تركي، أبغى أغنية حلوة زي ما كان هذا الحب. يعني تغريدة جميلة، بس ما كنا نعرف إنه كمان الكبار والفنانين الكبار يطلبوا وسطات من بعض، يغيروا من بعض. ومن تويتر نروح على أبرز الهاشتاغات اللي عندنا اليوم، وهاشتاغ خلك رجل وتزوج اللي تحبك وتحبها. خلينا نشوف أبرز التغريدات على هذا الهاشتاغ. طب واللي سنجل؟ يعني ما شاء الله الناس كلهم طلعوا رومانسيين. من تويتر إلى الإنستغرام لحساب الفنانة أميمة طالب، أغنية يعوضني عن سنيني. بعد ما كانت عيونك تدل الضرب لعيوني، بدأت تضيع واخيرا الى الممثل داود حسين، واللي ظهر في فيديو يقول فيه الف حمد لله على السلامه على سلامه ابوي الغالي محمد المنيع، اجره وعافيه يا الغالي. الكويت كلها تدعي لك تقول لك يلا، وهذه الساعه شلناها ربي لك الحمد. اول الحمد لله على السلامه. المهم حق اليدود ماي. واحنا كمان نحب نقول له الف حمد لله على السلامه. بالفعل الفنان محمد المنيع من اكبر الفنانين واقدمهم يمكن في الساحه، هو اصيب بكورونا وهو في التسعينات، والحمد لله انه تعافى منه وتشافى باذن الله ولله الحمد. فقرات سيدتي مستمره معاكم، ولا تنسوا انكم تتفاعلوا معنا على هاشتاغ برنامج سيدتي، ارائكم واقتراحاتكم والمواضيع اللي تحبوا نتكلم فيها. طبعا انتظرونا بعد الفاصل ولسه مكملين فقراتنا. في عدد سيدتي 2060 لهذا الاسبوع: السياحه البيئيه جاذبه للزوار ورافده للاقتصاد، وسياحة المغامرات لمن يتجرأ من الشباب، 8 مفاتيح امتلكيها لضبط إيقاع حياتك النفسية، 4 أمراض جلدية واسعة الانتشار مع تغير الفصول في الأزياء والجمال، صيحة التقليمات ونصائح لارتدائها، ودليلك الشامل لصبغة الحاجبين نجمة الغلاف إلهام الفضالة، لن أعلق على غسيل المشاهير وأنا سعيدة بما حققته، أحمد حاتم غيرة زوجهن الزاهد مني كلام عار عن الصحة. اقرأوا كل جديد في المنوعات والموضة والجمال والأزياء عبر النسخة الورقية في الأسواق والإلكترونية عبر موقعنا سيدتي.net، وشاركوا معنا في مسابقة حملة مجلتي سيدتي والرجل لمتنا سعودية. سيدتي، سيدة المجلات العربية، معكم دائما.
في الفترة الماضية لاحظنا قد إيه أثرت على الأطفال، وشفنا منهم اللي صار يميل للإنطوائية والعزلة، والبعض أيضا يميل للعدوانية والعصبية، مما سبب الكثير من المشاكل خاصة للأم. كيف يمكنها التصرف مع هذا الوضع؟ نبغى نتكلم في هذا الموضوع بشكل أكبر وأعمق أكيد مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة شيخة القحطاني، مدربة تثقيف الأم والطفل. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، نورتين. مساء السعاده ومساء الطفوله حبيباتي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، مساء النور. يعني استاذه شيخه، بدايه يمكن الفتره اللي فاتت خاصه لما كان لسه الحجر المنزلي، الاطفال مش متعودين على كذا، وخلينا نقول يمكن كمان التعليم عن بعد هم مش مستوعبين، ولكن احنا بنقول وبنتحجج انه بسبب هذه الجائحه اللي احنا بنمر فيها الام بتواجه كثير من الاختلاف اللي بيمر فيه الطفل، سواء كان عصبيه او سواء كان عدوانية أو سواء كان ميوله للعزة والانطوائية. أنت إيش رأيك في هذا الموضوع وكيف تقدر تفسري؟ شوف يا وشي حبيبتي، من ناحية العزل المنزلي هذه لها أثر مش بس على الطفل، حتى إحنا الكبار لها أثر له كبير مرة. من ناحية الطفل نركز على الطفل لأن يعني تخصص الطفولة. الطفل لازم أول شيء هي نفسيا مهيئ البيئة موجودة له، يكون متوفر له أشياء الموجودة مثلا يغني عنها خروج خارج المنزل، تمام، موفر لها الأجهزة الإلكترونية. في طريقة حلوة حيل مؤثرة والأطفال وخصيصا أتمنى الأمهات يجربوها سواء اليوم ولا باكر إلى المدى الطويل، ما نعرف متى تنتهي جائحة كورونا. مشان العزل الطفل راح يأثر فيه سلوكيا واجتماعيا، فطريقة أن كل أم تتفق مع الأمهات الثانية عن طريق الواتساب أو عن طريق الجروبات، يكونوا مجموعة من الأصدقاء السابقين، تمام، ويسوون تواصل عن طريق الزوم، أي برنامج بس يكون التواصل مرئي ولا يكون تواصل اتصال. وشو السبب إنه مرئي واتصال؟ الاتصال ما يكون يلاحظ يشوف مشاعره، ما يشوف عيونه، ما يشوف شفته، ما يشوف جسمه كيف يتكلم هو مع صاحبه. أما لو كان عن طريق الزوم أو البرنامج مرئي يأثر حيله، يحس إنه كأنه هو متواجد معاه، ومنها خلال ساعة لو بالأسبوع، ومنها يتبقوا الأصحاب يسوون لهم برنامج باكر الأسبوع الجاي أنت عليك يا مثلاً يا خالد، أنت عليك تلقي مسرحية بجزء مبسط مدة 10 دقائق، الأسبوع القادم أنت عليك تلقي شعر، أنت عليك. بكذا يكون ما في عزلة، يحس أنك كأنه طالع برا البيت وهو أصلاً داخل جوا البيت. فهذه طريقة مرة حيل ميسرة وحلوة وسهلة، كل الكل يقدر يتواصل فيها. يمكن هذه الطريقة مرة حلوة، إذا طبقوها أغلب الأمهات بتكسر حاجز الخوف. صحيح. العزلة فترة مرة كبيرة أتوقع أنه بتخلي الطفل شوي منطوي وعدواني حتى اللي إيه توني بقول حتى لو فبتزيد شوي عصبيته وبتزيد الأشياء اللي ما نحبها كأمهات. صحيح. استثني نفسي، لكن خليني أقول لك حاجة. في يا شيخة دائما عندنا نعرف إنه أطفالنا خجولين، صحيح، ولا فيهم هالشيء هذا ممكن يعني في لحظة العزل يبان أكثر. أيوة. كيف الأم تفرق إذا كان طفلة خجول أو انطوائي؟ كيف أقدر أفرق؟ أي طبعا، شوفي الطفل الانطوائي يعتمد على نفسه فقط، ما يلجأ الآخرين، حتى الوالدين ما يلجأ لهم، في خوف، في عزلة، هذا الطفل الانطوائي. والطفل الانطوائي طبعا ترى المشاكل كثيرة ولها حل، يعني لا يعني مرة أصعب من الطفل الخجول. أما الطفل الخجول لا، أوكي أنا الحين أنا طفل خجول بشترك وياكم، بس ما أروح أنا أجي عندك عند بيئتك أنت، لا أنت تعالي أنت تجوني. إيه أنت تجوني. عكس الطفل الانطوائي، الطفل الانطوائي لا أنا حالي أنا أسوي مثلا اللعبة اللي أنا بسويها، البرنامج اللي بسويه أنا بسويه مفردي، عكس الخجول. صح. الخجول سهل مع الوقت، وكل أحد فيه أصل خجل، ومع الوقت من الوقت يروح. أما الطفل الانطوائي لا، تعتبر له مشكلة، يبغى له دراسة، يبغى له أخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي، يبغى له استشاري طفولة مبكرة. بس إذا ممكن، أنا كنت خجولة وأنا صغيرة لدرجة أنه أنا ما كنت أحب أحكي مع أحد خارج إطار العائلة، لين ما صرت شوي أتوظف شوي. لا مش المدرسة، حتى المدرسة ما كنت أحب، فلين شوي توظفت وما أعرف إيش. فأتوقع أنه ما يدخل فيها الأخصائي إذا كان الأهل نفسهم شيخة حابين أنه هم يعززوا ثقة ولدهم بنفسه وأنه يخليه شوي اجتماعي أكثر. صحيح؟ صحيح عادي. ومن ناحية أنت كنت صغيرة خجولة، ترى عادي الخجل ترى يمر بكل مراحل الطفولة، ما فيها مشكلة عادي. بس الخجل أنا
للحين استحي يا شيخه، يا لا تفهمون غلط، انا للحين استحي، لكن الخجل اللي ما كنتي تقدرين تتواصلين مع الناس اكثر الخجل. انا قدامك ترى اخجل استحي عادي بالعكس، يعني لو فتحت النقاب تشوفون خدودي الحين حمر من الحياه، ماكو مشكله بالعكس الحياه حلوه، الحياه شعله من الايمان بالعكس حلو، بس اذا زاد عن حده انقلب ضده صحيح. يؤدي الى انطوائي، بعدين الانطوائي يؤدي الى اكتئاب، بعدين الى امراض نفسيه صحيح. يعني يمكن اكثر شيء احنا خايفين منه يا استاذه شيخه في الفتره الحاليه انه هذه الجائحه وهذا الحجر وهذه جلسه البيت والبعد عن المخالطه اللي من هم في سنهم انهم ياثر على نموهم الاجتماعي تحديدا وتكوينهم العاطفي، فهل كيف نقدر اننا نحافظ عليهم بحيث انه ما نخلي الجائحه تاثر عليهم وتفضل معهم لسنين؟ يعني ممكن هذا التأثير اللي صحيح. الفترة دي يمكن الآن حنكمل سنة أو 8 شهور صحيح. ممكن ما نعرف إحنا قد إيش قاعدين، ممكن تأثر خصوصا في طفل في طور النمو، فكيف نحميهم بأنهم بالضبط يعني في جميع الأعمار، فإحنا خايفين إنها تستمر معاهم، فكيف نقدر نحميهم من ناحية هذه؟ عشان النمو الاجتماعي والعاطفي في طريقتين، الطريقة الأولى ذكرتها سابقا عن طريق الزوم، هذا منها يكون تواصل صحيح. اجتماعي. الطريقة الثانية بس هذه لازم يكون في احترازات يكون في تواصل شوي، يعني تروح بيت عمها بيت جدتها بس يكون وفق احترازات طبعا، يعني لازم تكون تحمي الطفل وتحمي نفسها، هذه يكون في شوي يعني نقولهم اجتماعي. أما ناحية العاطفيا إذا كان الأب والأم مشبعين الطفل عاطفيا فأكيد بنسبة 90% أن الطفل ما راح ينخل في العواطف. جميل. يمكن كثير أشياء صارت خلال الفترة اللي فاتت، وصح صادقة رندا، تتعرفي على أشياء جديدة في الطفل صحيح. يعني أنا اكتشفت في الفترة اللي فاتت أنه أنا بنت شقية يعني كانت بتكذب علي، يعني عارفة والله شيخة اللي التصرفات أو ما أدري يمكن هذا الشيء بان أو ظهر يعني بالضبط إيه؟ هل هم دحين يحاولوا يشدوا الانتباه؟ أنا كأم بصراحة أنا خايفة أطلعها ملاهي، يمكن تدلعين بنتك الصغيرة أكثر منا يا عبيرة عشان خلاص يعطيك العافية. أنا عندي الحركة من جد، هذه بس الحماية المفرطة ذكرناها في الحلقات السابقة صح. أنا معاكي بس بينت لا حق ما تطلعين الملاهي خايفة عليها خايفة خصوصا أطفال عندهم مناعة قليلة أيوة. أنا معاك حق بالعكس، أنا أظل أطفال يظلوا في البيت وكل شيء في البيت إيه، بس في طريقة واحدة حلوة بسيطة، ركبيها السيارة وياك، خذوا لفة مني لفة تغير جو، إنه دائم بالبيت محبوسة فخاصة تحس إنها مكبوتة، بعدين تفرغ طاقات السلبية عليك أنت الأم قدامها، فمن حق الطفل إنه يكون يفرغ طاقاته. صح معك حق، وحتى لما مثلا أفكر إنه أحد من صحباتها يجي طب كيف؟ طب يمكن يعني مثلاً هم يعني عرفتي منك ضبطتها، وتخافي برضو على أولاد الناس صح في الأول وفي الأخير طبعاً. بس شوفي الأفضل أولوية قبل ما نادي أصحاب كذا نادي الأقارب. الأقارب أولى، الأقارب أولون أقرب من المعروف، أول شيء الأقارب، نادي الأقارب، بعدين شوي نادي الأصحاب، بس مو دايم، مو إفري داي، لأن مهما كان تخافين، أطفال صغار مهما كان تخافين، إلا إذا كان يعني والله تعرفين صديقاته أو جارتكم إن نفس طريقتك، يعني حماية عندها ما شاء الله، الاحترازات عندها كويسة، إذا كانت والله ها منيح أيوة والله تخافين، لا والله خليها في البيت وريحيها أحسن لك من جد. أنا اللي ألعب معها وقتها اي، بس يبغالك توازنين يا عبير، يعني يبغالك تعدلين، تعزز الثقه بينك وبين طفلك ان انت تلعبي وياها او مثلا ابوها يلعب وياها. هي قصدها رندا انه انا يعني في عبير صغيره اكثر، لانه بتتذكري انت لما حكيت الشيخه فالصغيره اكثر. طب ايش رايك كمان عمرها 1 سنة و5 شهور، يعني كمان من احدى المشاكل، انا حاسه الفقره هذه مخصوصه اللي عارفه عبير بتطلع مكنونات. تخيلي رندا بدانا كورونا كان عمرها 6 شهور حبيبتي لما هي ما قد طلعت كورونا. والله تحسب ترى ما في ناس غيرنا من جد لما بتشوف احد بتغطي عينها وتغمض فعلا، يعني تخيلي انه كيف في ناس ايش ده لما يجي احد ترى فعليا شيخه تنفجع تنفجع وتغطي ما وخر عني عرفتي، فهذه صعبه جدا. يعني انا ابغاها بس تعرف انه في ناس، يعني جت مثلا اختي الكبيره تقول لي لا معلش يمكن تكون مثلا من الاطفال النكارين اللي يعني ما هم اجتماعيين كثير عرفتي، بس لا واضح انه البنت خايفه من اي شيء يتحرك غير امها وابوها وخالها فهذه مشكله شيخه. هذه مشكله، فطريقه بسيطه اول شيء الحرام تجيبينها كائن انسان قدامها تقول شنو هذا من متى جاء اصلا بيلعبوا هم بيجوا ما بيتخشوا فيها على طول، حتى لو بيلعبوا تستنكر انه فيس هذا ما كان موجود اول صح فيس، انا ما مو بابا هذا فيس غريب صح،
ممكن بإمكان إنك تتواصلين معهم مرئيا، تشوفين هذا جده، هذا خاله، هذا عمه، يعني مثل إيش شوي شوي، أو الصور عن طريق الصور مثلا إن هذا اليوم بيجونا ترى بالبيت يسوون كذا، أبغاك تعرفين اللعب اللي لعبته وياك تلعبين معهم زي تهيئينها قبل ما يجون لها. بعدين هي شوي شوفي هو، وفي نقطة حلوة بعد من ناحية البنتج دخليها دور حضانة أطفال، دور حضانة إيه الحين الحمد لله فتحت الحضانة وفق احتراز عاد دخليها دور حضانة لتتكون الأطفال تشوف نفس أعمارهم، فيكون عندها الاجتماعي إن شاء الله يكون يعني متواصل مع غيره ومع أقاربه ومع الناقين إن شاء الله يا رب. طيب شيخة خليني يعني أسألك، وهي متلازمة الكوخ كانت تنطبق على الكبار، الآن نقدر نقول إنها تنطبق على الاثنين، متلازمة إيه؟ متلازمة الكوخ، إنه الشخص إذا طلع من البيئة المحيطة فيه أو طلع من البيئة اللي هو متعود عليها يستنكر، خاصة بكورونا يعني بوضع كورونا في كبار ترى بعضهم كذا يستنكرون، والصغار تنطبق عليهم ذا الفكرة؟ الصغار تنطبق نسبة 80% صغار أكيد، بس إحنا الوالدين دورنا شنو؟ إن نعززها، نحاول نمنع هذه المتلازمة. أما الكبار متى يكون تنطبق عليهم؟ إذا كانوا من الصغر ما تعالجوها الوالدين فتظل معاهم لين الكبر. يعني بالفعل مشاكل كثير ظهرت أو بدأنا نستكشفها وإحنا مع أطفالنا في البيوت، إنه أطفالنا بيتغيروا، في بعض منهم صار بالفعل انطوائي، لكن في على الجانب الآخر أطفال صاروا عدوانيين، صاروا في البيت يعني أنا لا أعرف هل هو عدوانية أم دلع زايد إنه يبغى انتباه أكثر، يبغى يلفت النظر لأي صغيرة وكبيرة، أنتوا ما تحبوني، أنتوا ما حد يبغى يلعب معايا، أنتوا طفش أيوة طفشان طفشان طول الوقت، زهقان طول الوقت، أنا ما في أحد يسوي لي شيء، فهذا ويبدأ يصير عدواني، يزعل من أتفه الأسباب، يبكي بصوت عالي. هذا الطفل اللي الآن أحس إنه صراحة لأي أم يمكن تحس انه بتانيب الضمير، طيب الدنيا كورونا انا ايش اسوي، انا السبب، سيرين بتحكي عن نفسها بالضبط يعني بالفعل يعني يمكن في امهات يشاركوني هذا الموضوع صح، يمكن اطفالنا صاروا عصبيين، انا عمري ما شفت بنتي عصبيه، ليش صارت عصبيه وتزعق وتبكي طول الوقت، فهذا الطفل العدواني كيف اتعامل معاه الان؟ الطفل العدواني يختلف في يعني كلها مستويات، من ناحيه الحين جائحه كورونا الطفل العدواني في طرق له، تكون اول شيء الام تهيئ البيئه للطفل، غير كذي شوف شنو سبب عدوانيته، ليش وقت غضب، يعني انا سويت شيء بعدين وقته غضب، شوفي شنو المشكله اللي انت سويتيه عشان ما يتكرر له. ثانيا الطفل العدواني احتمال يكون الام معطيته ساعات طويله بالاجهزه الالكترونيه يكون يلعب فيها ويلعب من الاجهزه تشد الانتباه وتشد كل الاعضاء الجسميه فيعصب الطفل بالفعل، لانه لما نجي نقول له فيها الببجي وما ادري شنو هاي الالعاب كلها يعني لما نجي نشيلها منهم بيزعق ويفعلوا، وبعدين الام شنو تسوي؟ خلاص امسك يا حبيبي خلاص اسكت اسكت بس اسكت لا تبكي، يعني هذا صعب يعني عرفتي، لازم يكون في اتفاق بين الطفل والام، يكون في ساعات محدده للطفل من الاجهزه الالكترونيه من الالعاب، غيري العاب ولا تخلينا العاب بس يكون العاب مثلا يدويه، حتى العاب الرسم سوي له، في مقطع وصلني دائما باقي يوم على الدراسة، كل عام وانتم بخير على الدراسة وإن شاء الله تكون دراسة متأملة إنجاز من نجاح ونجاح إن شاء الله. وصلني مقطع في أم مسوية بغرفتها حاطة عندها بنت وولد في الدراسة، حاطة الجهاز واللابتوب، الولد مثلا الأزرق يحب الأزرق والبنت بينك، حاطتهم الوان مهيئتهم البيئه، حاطه الشاشه وحاطه جايبتهم الجنط، شريتهم الكتب، شريتهم الدفاتر، كانه يعني مدرسه بالفعل، كانه يعني مدرسه، يعني حولت غرفه النوم الى بيئه مدرسيه. حلو، فهذه حلو، هذه تغير، لان الطفل اذا حس انه خلاص انا بروح المدرسه بيقوم بيروح يلا يغسل وجهه ويلبس اسنانه يلبس المريول وبعدين يدش الغرفه، هذه كانه مدرسه. حلو، فهذه طرق حلوه بسيطه ويسره، منها تخفف مشاكل بين الطفل والأم. جميل جدا، بس من ناحية أخرى الزمن تغير والوضع تغير، احنا دائما كنا نقول ما يصلح الأطفال يجلسوا على التقنية مثلا الكمبيوتر بلاي ستيشن هذه الأشياء كلها، التلفزيون كمان فترات طويلة في اليوم بتأثر على الدماغ. صحيح. الآن أنت مضطرة، غير أنه التعليم صار عن بعد. صحيح. يعني مثلا يعني أمس كان يتكلم أبوها معاي يقول لي أنه الحين أنا صرت مضطر، أنا ساعة بس أعطيها في اليوم، الحين أنا مضطر تقعد من الساعة 3 للساعة 8:30 على الآيباد، تخيلي عشان تتابع عشان الحصص، عشان بس تتابع الحصص.
فهذه الامور خليني اسال على هذه النقطه عبير في وقت في وقت بريك في بريك كل ثلاث ايوه بين الحصه والحصه خمس دقائق وفي بريك اللي هو فسحة. هذا فالافضل ان الطالب او الطالبه ما تقعد نفس المكان تروح تمشي لو تركب أيوه. لو تغير أيوه مكانها اهم شيء تتحرك لان سبحان الله قاعده كثير ترى يجمد الدم مو صحي سواء طفل او طالب او مراهق. طب قولي لي الحين انا مع تغير الازمنه والعصر الجديد اللي انا فيه الان خلاص هذا عصر تكنولوجيا وعصر تقنيه 100% انا كيف اقدر اوازن بحيث اني انتبه على صحه طفلي وعلى صحه دماغ الطفل في نفس الوقت اعطيه هذه الامور كلها. اذا انت بتقولي قبل شويه الحل انه جميل انه مثلا كل اسبوع يجتمعوا على زوم ويتكلموا ويسووا مثلا حاجه مع بينهم فعاليه. الان كيف اقدر اوازن الدراسه من 3 لـ 8:30 وفي اجتماع كمان كل اسبوع صعبه؟ اي لا شوفي اذا الحين عشان الدراسه اهم واولى من الاجتماعات صحيح نحط حينا كلها على سواء الطفل او الطالب على الدراسه اهم. الدراسه تكون في اوقات محدده، الطفل يكون عنده وقت نوم يعني خلاص حبيبي انت عارف ان وقت دراستك متى مثلا طلاب الثانويه من الساعه 9 الى الساعه مثلا 2 ابتدائي من 3 الى 8 هذا وقت دراستك، وقت النوم تنام، وقت النوم تنام فيه، وقت ما تحل واجباتك بتكون نفسه. اصلا انا انصح للطلاب والطالبات حل الواجبات عن بعد يكون بنفس الوقت لان منصه مدرستي ما تفتح بعدين يعني كل وقت محدد صح. يعني الوقت مثلا فتره الصباحيه للطلاب المتوسطه والثانويه، الفتره المسائيه الابتدائي، حتى المعلمين لهم وقت محدد مع صحيح. الفتره المسائيه تكون صيانه و تبع البرنامج كله صحيح. فيكون من ناحيه اول شيء تنظيم الوقت النوم، تهيئه البيئه، التهيئه الماديه، البيئة ذكرتها غرفة الأم تهيئة المادية إيش معاها من تهيئة البيئة تبع الأقلام وتبع الجنطة. والله يا شيخ أحس يعني صار اجتماعاتنا زوم وبرامج مرة كثير الطفل الآن لما يبغى يجتمع مع أصحابه على تطبيقات الدراسة عن طريق تطبيقات والألعاب وأنه كيف تحلين واجباتك. طب أنا طفلي اجتماعي لما يدخل بدا الحاله انا احس يعني فجوة لما يكون اجتماعي كيف يطلع منه كيف يقدر يطلع منه. قلت له قبل ان في نقطه بالامكان يكون في زيارات بس وفق احترازات يعني الام والاب يكون عندهم احترازات بالامكان يطلع يروح لاصحابه ويمكن يطلع يروح للحدائق يمكن الحين ما شاء الله اصلا في الاسواق حتى بالحدايق ما في احترازات بس في احتياطات حاطين كمامات حاطين المعقم ايدينهم فهذه لا مانع بها لازم الشيخ لازم والله انا انصح واوجه الوالدين الخوف الزايد ترى هذه يدمر الطفل بالضبط يعني توكل على الله خلاص توكل على الله وكل دعائك وحطوا احترازاتكم اطلعوا ترى عادي الحياه حلوه يعني انا احس الحين خصوصا جائحه كورونا ماخذينها مره شيء يخوف ليش كذا ترهبون اطفالكم يعني حرام الطفل مهما كان بحاجه انه يكون في شيء يعني يكون في شيء مبتسم شيء فيه سعاده اذا انت الام والاب تخوف طفلك من كورونا يعني بصراحه راح تكون طفلك ضحيه لك قبل ما تكون ضحيه للوقت. هذا لازم نعالجهم بعد ما تخلص ازمه كورونا ان شاء الله. شيخه يعطيك العافيه شكرا لك شكرا لوجودك معنا اليوم. الله يسعدك يا رب. هلا وسهلا اكيد مكملين معكم لكن لا تنسوا تتفاعلون معنا بهاشتاج برنامج سيدتي اكيد مواضيعكم محل اهتمامنا فحب يعني اذا تحبون تشاركونا مواضيع نطرحها اكيد بالبرنامج فاصل وراجعين. بودكاست سيدتي سيدتي بودكاست غمض عيونك واسمع وشوف زهقتوا من الصورة مو مشكلة ممكن تكتفون بالصوت ما يكفيكم الصوت كمان مو مشكلة نلقاكم بالصورة والصوت بودكاست سيدتي كل يوم جديد ومفيد مع سلسلة من البرامج الاجتماعية والترفيهية والقصص الإنسانية لقاءات مع شخصيات تحترموها وتحبوها سيدتي بودكاست غمض عيونك واسمع وشوف
مشاهدينا رح نكمل معاكم موضوعنا الرئيسي لليوم اللي تكلمنا فيه قبل شوية مع الأستاذ الشيخة القحطاني عن انطوائية الطفل، عصبية الطفل خاصة بعد الحجر المنزلي، وهنشوف من هذا الجانب ونتكلم عنه أكثر من الناحية النفسية. طبعا أرحب معي بضيفي عبر الهاتف الأستاذ محمد عازب أخصائي نفسي. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. أهلا وسهلا أستاذ عبير، أمسي عليك وعلى الأخوات رندا وريما. أهلا وسهلا. وعلى الضيفة القديرة المتميزة ما شاء الله الأستاذة شيخ. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. بداية يعني أنا أبغاك تصف لي الآن بحكم أنك أخصائي نفسي الوضع الصحي للأطفال أو الوضع النفسي تحديدا لأي طفل بعد الحجر المنزلي. اولا بعد شكر الله سبحانه وتعالى نشكر ولاة امرنا وحكومتنا الرشيده على ما هيأته وعلى ما بذلته من جهود جميله جدا في مواجهه هذه الجائحه العالميه القويه جدا، وعلى ما وصلنا اليه من منجزات نلاحظها في نسب التعافي المتتاليه. الحديث حول هذا الموضوع ذو شجون، يعني انا اول اشكر فريق الاعداد في البرنامج الجميل اللي تمنيت انه انا اكون معكم في الاستوديو كالعاده ولكن لظروف السفر الله يحفظكم. فبالتالي الحديث حول هذا الأمر قبل الانطلاق لنقطة بسيطة جدا، تهنئة للأستاذ القدير الجميل المبدع الأستاذ عامر الحمود بتولي ابنته كمستشار قانوني لشركة أبل، وهذا منجز من منجزات الوطن الذي يرسل رسالة عالمية جدا يوصل كذلك معرفة ولو بسيطة على ما تمتلكه كوادرنا وبناتنا في هذا الوطن من إبداع ومن قدرات وإمكانات تواكب كبار المبدعين في العالم. نعم. الحديث عن ما أثره أو أتبعه جائحة كورونا لدى الأطفال أو مدة بقائهم في المنزل طبعا يحتاج الأمر إلى تفصيل أكثر، ولكن باختصار كما قيل وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. التهيئة الاجتماعية والتهيئة النفسية للأطفال في مواجهة كل الظروف ليست الحجر فقط تعتمد على قدرات وإمكانات الأبوين رقم واحد. ثانيا البيئة الخاصة، إذا كانت بيئة حاضنة للإبداع، إذا كانت بيئة حاضنة للتوتر والقلق فالمنتج سيكون أثره لدى الأطفال. تقع المسؤولية كبيرة جدا على الأبوين، تقع المسؤولية كبيرة جدا على ما قبل وصول هذه الجائحة، كيف كانت لغة الاتصال المشتركة بينهم وبين الأطفال. هل هناك لغة مشتركة جميلة راقية، حوارات مفتوحة ما بين الأبوين والأبناء. هنا كذلك نجد الأثر على الأبناء في لحظة وقوع المثير، فبالتالي الاستجابة تعتمد كذلك على ما كانوا مهيئين عليه من قبل. نعم. طيب نبغى نعرف، يعني دائما احنا نعرف انه لما الاهل يكونوا موجودين بالمنزل هذا يعني يدعم شوي العلاقه بين الاب او الام وطفله، فكيف بهاللحظه هذه وبالحجر خاصه انه ممكن يعززون شوي من الطفل، يعززون حتى اذا كان اجتماعي انه ما يخلونه شوي يميل للانطوائيه؟ سؤال جميل جدا. لغه الحديث التي تكون تجاه الابناء او تكون احيانا ما بين الابوين في 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 العلاقات الاجتماعيه ولغه التواصل مهمه جدا، لان الطفل غالبا يتقمص السلوكيات وتتبعه كذلك الكلمات او التي يسمعها. صحيح. في البيت، يعني خلينا نقول لما نسمع الابوين يتكلموا عن 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 انه ناس احنا مو حابين نروح عندهم لانه هذول الناس فيهم وما يحترموا فيهم ما ادري، هنا يتحول الامر الى برمجه لغويه لدى الابن انه يصير في نفور اجتماعي لدى الطفل، يصير في عدم رغبه في التوجه تجاه التواصل مع الاخرين. فبالتالي نعيد ونكرر اللي هي المسؤوليه الاجتماعيه او المسؤوليه الاسريه مهمه جدا جدا عشان ينشا لدينا جيل قوي نفسيا اجتماعيا، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. التواصل مع الاخرين يحتاج الى مهارات اجتماعيه ومهارات نفسيه مهمه جدا تقي الانسان من براثن التوتر والقلق. صحيح. سيما انه هذا الامر لا ينطبق على الاطفال فقط، ولكن فينا نركز على الاطفال وتهيئتهم نفسيا. لابد ان نتذكر انه يحتاج كذلك الابوين الى مهارات نفسيه واجتماعيه للتعامل مع الظروف الطارئه
أصبح الأبناء أو الأطفال الآن عقولهم تقريبا نقول خلينا نقول إنه واعية نوعا ما، يعني لا ما يصلح إنه إحنا نجيبهم بإجابات خاطئة ويحصلوا عليها من أماكن أخرى. نحتاج إلى ترغيبهم في التواصل مع الأشخاص اللي يضيفوا لنا حاجة حلوة، إنه الترغيب كذلك في وأيضا لا ننسى دور المدارس سابقا، توعية الأفراد، توعية الأبناء، توعيتهم كذلك في اختيار الأصدقاء وطريقة التواصل مع الآخرين. أصبح التواصل مع الآخرين لا يقتصر بالتواصل الجسدي في اللقاءات، حتى كذلك إنه كمان في مسألة التواصل الاجتماعي عن طريق برامج التواصل الاجتماعي. يعني إيش نتوقع إحنا من ابن أو بنت إنه أغلب تواصلها الاجتماعي خلينا نقول أو أغلب استخدامها للإلكترونيات يقوم على الألعاب أو يقوم على الألعاب الذهنية خلينا نقول، أو ينسوا الجانب النفسي أو التواصل الاجتماعي. إساءة استخدام مثل وسائل التواصل الاجتماعي كذلك يعود ببراثن التوتر والقلق، إن إساءة استخدامها ومتابعة الشخصيات غير المضيفة في حياتنا بأشياء جميلة، لغة الاتصال اللي تكون أو المشترك اللي تكون. نعم أستاذ محمد، يعني بالفعل أعتقد الآن كل أم وأب بيسووا على قد ما يقدروا إنهم يطلعوا أطفالهم من هذه الأزمة بأقل قدر من الخسائر. يمكن أكثر شيء يحتاجوه الأم والأب في الفترة هذه والفترة اللي راحت كلها الصبر، والكثير الكثير من الصبر. أستاذ محمد شكرا لك وشكرا على هذه المداخلة اللي استفدنا منها كثير. طبعا إحنا سألنا الناس ومن المهم أن نسأل الناس ونعرف إيش رأيهم في هذا الموضوع، إنه هل أصبح الأطفال انطوائيين بسبب كورونا؟ خلينا نشوف آراءهم ونرجع لكم. والله نوعا ما، والأهالي يعني حتى الأهالي تعبت نفسيتهم من لأن الأولاد كانوا متعودين يروحوا على المدارس، يروحوا على الحدائق، فهلأ انحبسوا بالبيت وصارت نفسيتهم كلهم، يعني الأهل والأولاد الكل تعبت نفسيتهم. الأمهات عم يتمنوا المدارس تفتح مشان الأطفال يروحوا يداوموا على المدارس. من الناحية النفسية أكيد يعني إذا ما كان في ترابط أسري وكان فيها يعني ترتيبات وأمور يتم التعاون فيها في البيت بتأثر سلبا. إذا الوضع ترك يعني ما فيها يعني أوقات استفاد منها، ما فيها يعني استغلال أوقات في تعليم الأبناء في أشياء تنفعهم قدام مثل الخط، الإملاء، بعض الكلمات مصطلحات الإنجليزية، أنا من ناحية الحمد لله إن شاء الله استفدنا من الأشياء هذه. وأكيد إن في أوقات كثيرة برضو تم فيها المعاناة يعني. والله الأشياء اللي شفتها في الأطفال على حسب الوالدين، منهم اللي يعني يكون مع الولد يعني زي ما تقول يدعم في إنه يجلس في البيت، وبعضهم لا والله يعني على حسب البيئة اللي ينتمي لها، الخلفية الثقافية للطفل أو للعائلة. فترة الحجر اللي مرنا فيها تسببت شيء بسيط يعني، بس لكن تقريبا مو يعني مرة أنها زعل إيش اسمه لعبت نفسيته، لكن يعني مبسوط في الألعاب، ما ألعاب عندنا كلنا يعني نفسية يعني صح تتعب شوي لكن مهوب يعني مرة، بس أنا إيش جمعة العائلة وقعدت العائلة كلها متعارفة البعض وعرفت أكثر. هي تعتمد على أول شيء على العائلة، إن كان العائلة أطفالها كثير ويمديه يستمتع مع أخوانها الصغار فأتوقع أنها بتأثر عليها، أما إذا كان هو وحيد العائلة فأتوقع أنها بتأثر عليه بحاجة بسيطة في حالة أنه ما يقدر يطلع يلعب مع أصدقائه أو ما يلقى أحد في سنه يلعب معه، وما هي بتأثر هذاك التأثير الكبير. يعني الحين ما شاء الله البيوت كلها فيها ألعاب أونلاين وفيها من هذه الأشياء اللي يمكن تغنيه عن الخروج خارج البيت. يعني يمكن أنا أتذكر تذكرون مقطع الطفل الصغير اللي هرب من بيتهم وأخوه يركض وراه يقول له حجر حجر يقول له حجر حجر، بس الولد مقتنع أنه هو ما فيه حجر. الآن فك الحمد لله الحجر، فالمفروض أنه نتعامل مع الطفل يعني بشكل ألطف
وبشكل شوي خفيف بما انه انفتحت الحمد لله كل حاجه. لكن عبير انت شفتي يعني لو انه تودي له الحديقه اللي بجنبك ولا انه تحشرينه الحشره للطفل هذه الحديقه مش مين كويسة. كان فيها يعني شوفي انا انت بتساليني اوكي انا مثلا التفكير ماخذ احتياطاتي بس مثلا هي مسكت لعبه كيف تعقمت ولا لا عبير انت بلعب في المرجحه ما انت بتعقمين ما معك انا هقعد بخبخ كل شيء بخبخي بس اهم شيء نفسيتها شوفي هو فعلا الفتره والله. اللي فاتت والله فعلا تعبتنا نفسيا كلنا هم واحنا كمان والله كاهل احنا كمان تاثرنا لانه احنا مو قادرين نقدم حاجه مو عارفين ايش ممكن نسوي صحيح. وبصراحه رندا انا متاكده ان كل الاهالي صرفوا مبالغ وقدرها عشان يجيبوا العاب تسلي بس عشان تجيبوا العاب صح. انه تحاولوا تغير ما تبغوهم يقعدوا على مثلا جوالات او الايباد ودي الامور ولكن بتحاولوا ان انتم تعطوهم حاجه يلعب فيها في البيت يتحركون فيها بالضبط يتحرك ويسوي شيء انا خليتها تحط لي مكياج مره الا طبعا لازم ما هذا المكياج التوتوريال لازم انا خليتها مره تحط لي مكياج يعني بتوصل للمراحل طب ايش ممكن تسوي ممكن احط لك مكياج تعالي حطي لي مكياج يعني بتشوفني فحطي مثلا بتحاول مثلا تفتحي معاها نقاش الحين صارت هي مثلا انا عن نفسي صارت بنتي عايشه دور اللي انا كبيره دحين عرفتي انه عشان بتحط مكياج فتجي وتسولف وتفتح مواضيع على طاري المكياج انا ولد اختي من الحشره صار رسام ورسمني حلو فابدع صراحه طب حلو ابدع في اطفال كثير يعني بصراحه تعبوا نفسيا في هذه الفتره اللي فاتت ولكن احنا علينا كاهل زي ما قالت ريم انه احنا نصبر ايوه الصبر وهم يعني الله يعينهم بصراحه ويعيننا احنا كمان تعبانه يا ريم جدا يعني هي فتره زي ما يمكن اغلب الناس كانوا متفقين على شيء واحد انه الاطفال كلهم تعبانين صحيح. الاطفال كلهم بيعانوا والاهل بيعانوا معهم وبيحسوا بتانيب الضمير ولكن ما في مانع من فتره للتانية اننا نخرجهم نمشيهم أكيد. شويه بالاحترازات بالحمايه حتى لو في السياره حتى لو في صح. الحي برجولنا شويه لانه يحتاجوا هذا الترفيه والحمد أكيد. لله انه جات الان المدرسه وراح تشغل وقتهم مره مزبوط ان شاء الله يا رب وكمان نحتاج انهم هم يوسعون صدورهم شوي ويعني يتعاونون معنا أكيد مكملين معكم لكن بعد الفاصل بس قبل ما نطلع فاصل أذكركم بهاشتاج برنامج سيدتي زي ما قلت مواضيعكم أكيد محل اهتمامنا وأي حاجة حابين تطرحونها أكيد بنطرحها ببرنامجنا فاصل وراجعين في عدد سيدتي 2060 لهذا الأسبوع السياحة البيئية جاذبة للزوار ورافدة للاقتصاد وسياحة المغامرات لمن يتجرأ من الشباب 8 مفاتيح امتلكيها لضبط إيقاع حياتك النفسية 4 أمراض جلدية واسعة الانتشار مع تغير الفصول في الأزياء والجمال صيحة التقليمات ونصائح لارتدائها ودليلك الشامل لصبغة الحاجبين نجمة الغلاف إلهام الفضالة لن أعلق على غسيل المشاهير وأنا سعيدة بما حققته أحمد حاتم غيرة زوجهن الزاهد مني كلام عار عن الصحة اقرأوا كل جديد في المنوعات والموضة والجمال والأزياء عبر النسخة الورقية في الأسواق والإلكترونية عبر موقعنا سيدتي.net وشاركوا معنا في مسابقة حملة مجلتي سيدتي والرجل لمتنا سعودية سيدتي سيدة المجلات العربية معكم دائما
فقرتنا الطربية من نوع فريد أكيد. طبعا ضيفنا فيصل الساهم، حياك الله فيصل. الله يحييك ويبقيك، مسي عليك ومسي على كل الشهد والمشاهدين. هلا وسهلا فيصل. يعني أطربتنا، دخلتنا يعني دخلتنا على طول بالجو الطربي بداية الفقرة، لكن لو تكلمنا شوي عن بدايتك فيصل. الله يسعدك. طبعا بدايتي العود بصراحة ما كان لي يعني خاطر أصلا أدخل مجال الموسيقي كله أبدا، بس سبحان الله العود كان محطوط ديزاين، يعني الكلام هذا قبل تقريبا أكثر من 17 سنة ما شاء الله، كان محطوط ديزاين بالغرفة. كل فترة صرت أنزل العود وأعزف عليه، أغرمت بالآلة هذه مرة 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 مرة، يعني أغرمت بدرجة أنه اضطريت أترك سنة دراسية كاملة عشان أحاول أعزف عود. واو. وبعد محاولات كثير، والايام ذيك يعني ما كان في زي الوقت هذا، يعني كان موجود طبعًا. يوتيوب طبعا، وانا اشوف انه اليوتيوب الحين صار يعني معلم صحيح، يعني اللي بيتعلم الان اي آلة عود او غير عود راح يتعلم بسرعه. صح. كنا نتعلم عن طريق الاستماع. صحيح. كان عندي مسجل صغير اشغل واسمع واحاول اطبق، تسمع عبادي، طلال مداح، محمد عبده، شوي شوي لين صار سنة عن سنة كل يزيد التمكن. وهذه رسالة برضو أوجهها لكل الشباب اللي حابين يتعلمون أي آلة موسيقية، أنه واصل واستمر وصدقني أنت بتوصل بإذن الله. بإذن الله. فعشان كده أنه زي ما قلت كان العود عبارة عن ديكور، والآن صار ما يفارقك العود، وفوق كده أنت طورت من نفسك وأنت تعلمت بالطريقة الصعبة مو بالطريقة السهلة. يمكن من زمان كان في صوالين الفنية والأدبية، ولكن اليوم اختلف الوضع، صار في معاهد عندنا بتعلم موسيقى، فإيش رأيك في هذه الخطوة؟ بالعكس خطوة جميلة، يعني أنا سمعت أنه كذا معهد فتح كثير بالسعودية، أنه راح يطلع لنا أجيال جدا جبارة، يعني بدل الآن الفنان لو حب يسوي أغنية الآن مضطرين إحنا كفنانين أننا نرسل أعمالنا خارج المملكة عشان نركب عليها آلات. لكن ما في شيء أجمل من أنه يكونون شباب سعوديين بالضبط وفي نفس البلد، وإحنا ما يحتاج أنه إحنا نضطر نروح خارج البلد عشان نشتغل أعمالنا. حلو أنه يكون منه وفينا يعني. أكيد. طيب أنت قلت أنه أنت بدأت تسمع عبادي الجوهر وفنانين كبار وعظام وليهم شأنهم، ويعني يمكن نقول خلينا نقول انهم اساتذه في اله العود، ايش تبغى تسمعنا؟ هم اساتذه. ايوه هم اساتذه فعلا في اله العود، ايش تبغى تسمعنا لهم؟ خلينها على جو ريم شويه. طيب نقول يعني انت تحب الاغاني حقت عبادي؟ طلع كلنا اكيد طبعا نحبها، لكن ريم ما زالت تستمع لها حتى الان، يعني ما اذكر انه ريم سمعت اغنيه جديده. بالضبط. ما ادري ايش في على الساحه، يعني ما ادري، احس انه القديم هو احلى شيء، مع انه في اشياء كثير حلوه بسمعها منك ومن لما تحطه يعني صراحه، بس انه ما القديم دائما له جو. بالضبط. له رونق خاص. نسمع طلال مداح من بعد مسح ولعب. يا سلام. Oh,
الله يفصل يعني. انا جالس اغني معك. انا اتمنى انك ما تنزل العود من يدك لانه مستحيل صوتك ما يغني. نبغى ننبسط ألف مرة حقت عبد المجيد. معلش مستمرين بألف مرة. خلينا قاعدين. لا دخلك مود الكلمات فعلا. بس يعني الحين في حاجه ما سالنا عنها هنا. ما شاء الله فيصل العزف وعرفنا كانت الاله مجرد ديكور في البيت وحبيت انه انت تتعلم، بس كمان الصوت كلمنا الصوت. كمان انت جمعت ما بين العزف والغناء هنا، هنا هذه نقطه كمان. الصوت صوتك حلو، بتعرف تجمع، بتعرف تطلع. كلمني عن الغناء. الله يسعدك، هذا من ذوقك. الصوت طبعا دائما العازف مع الممارسه ويعزف عود دائما بيغني. صح صح. فعلا البدايات ترى غير عن الان، يعني فرق نسبه 60% 80%. انا وصلت الى مرحله بعدها اضطريت اني اسافر برا. درست الغناء بشكل احترافي اكثر. طبيعي انه الواحد اذا 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 هو متعلم على العود وخاصه سماعي في الوقت هذا، اذا انت يعني راح تسوي عمل، راح تشتغل، احيانا تشتغل مع اساتذه يعني لازم تفهم النوتات، يعني اخذت فوكاليز في الصوت بالضبط. كيف برافو. لازم تفهم النوتات، لازم تعرف المقامات. لما انا اطلع عند موسيقي كبير ويسالك سؤال مثلا في الموسيقى، صعب انه انت تجي ساكت ما تتكلم. صحيح. يعني لازم تجاوبه، خاصه انه الموزعين الصوتيين والملحنين كلهم اغلبهم دارسين طبعا، يعني اغلب اذا مو الكل كلهم دارسين موسيقى. صح. فجت فتره من الفترات فعلا طلعت برا، يعني تقريبا صرت كل فتره كل 3 شهور اروح اخذ شهر مثلا. برافو. وارجع مره ثانيه. أهنيك على هذه الخطوة، إنك حبيت إنك تدعم هذه الموهبة بإنك تدرسها وتتعمق فيها أكثر عشان تنطلق إلى الاحترافية. وبما أني بتكلم عن الاحترافية، هل لك أعمال خاصة بك أو إنك بتخطط إن يكون لك أعمال خاصة لك؟ طبعا أنا عندي أعمال، تقريبا عندي 3 أعمال كلها يعني موجودة الآن ونازلة بقناتي باليوتيوب. طبعا أكيد
اكيد في كذا اغنيه جديده ان شاء الله باذن الله قريب ان شاء الله راح تسمعونها. ايش اكثر عمل ضرب او قوي لك؟ اكثر عمل ضرب لأغنية خذاك اللي خذاك. طبعا أنا أول شيء حابة أمسي على أخوي الفنان زايد الصالح. الله. الأغنية كانت من كلمات عبد الرحمن زهير وألحان الحلاج. غناها أخوي زايد الصالح. أنا بصراحة عجبني الكلام. أي. كلام لحن يعني جملة لحنية جدا قوية جميلة جميلة. صحيح. حسيتها. أنا حسيتها كفيصل. أديتها بأداء فيصل. أي. ممكن الناس حبوها. طب نبغى نسمعها. أبشر ليلى. جدا جدا. واكيد احنا مكملين معاك هذه الفقره الجميله، ولكن مشاهدينا لا تنسوا انكم تتفاعلوا معنا عبر هاشتاج برنامج سيدتي، ارائكم واقتراحاتكم والمواضيع اللي حابين نتكلم فيها. فاصل وحنرجع نكمل مع فيصل. هل تبحثون عن وصفة طعام شهية تبهر من حولكم؟ إذن اتجهوا فورا إلى مطبخ سيدتي، الموقع العربي الأول الذي يضم أكثر من 5000 وصفة طعام بمعايير دقيقة، وفيه التجمع الأكبر للطهاة المحترفين الذين يقدمون وصفاتهم المبتكرة للمأكولات العربية والغربية أيضا. وليس هذا فقط، بل نقدم إليكم وصفات بنكهة صحية من خبراء التغذية. أما إذا كنتم من محترفي الطبخ الباحثين عن منصة لمشاركة وصفاتهم المميزة، فأهلا وسهلا بكم في مجتمع طهات سيدتي، فقط عبئوا نموذج لتظهر وصفاتكم إلى جانب وصفات طهاتنا المحترفين. مطبخ سيدتي، موقع الطهي الأول في السعودية. سامحني ولكن لا تضيق، ما أبيك الضيق يا بسمة شفاتي، افترقنا وانعدم فيني الشهيق، واختنق واقول والملم شتاتي. لا تسامحني ولكن لا تضيق، بسمة شفاتي، افترقنا وانعدم فيني الشهيق، واختنق واقول والملم شتاتي. كل ضحكة يم غيرك ما تليق، يا غيابك كيف وداني المماتي، ضعتي في بحر الحزن وانا غريق، في باقي حياتي، ضعتي في بحر الحزن وانا غريق.
باقي باقي حياتي. أكيد رجعنا مشاهدينا نكمل فقرتنا الطربية الرائعة مع الفنان فيصل الساهم، واللي بالفعل بيطربنا بهذه الألحان وهذا الصوت الحلو وهذه الكلمات الحلوة. قبل الفاصل غنيت لنا أغنية من أعمالك، ولكن أنت وعدتني بالحصري، لازم تدينا شيء من أعمالك الحصرية الجديدة اللي لسه ما عرضت. نحن طماعين طماعين وتستهلم. تمام وتستهلم. في أغنية إن شاء الله قريب ترى النور بإذن الله، هي من كلمات الشاعر إياد المرداسي من الإمارات. جميل. وألحاني ما شاء الله. يلا بسمعكم مقطع بسيط. دينا حاجة كده بسيطة. أبشر. يعني في لون معين انت ماسكه فيصل، صحيح داخل في الحزن بزياده تحس؟ ما اعرف، بس ابو من جد فيني فضول اسال ليش ماسك ذا اللون. انا بصراحه يعني ماني ماسك اللون هذا، لكن يستهويني اكثر. تحس يعني فيه اكثر؟ احس فيه اكثر. و الألحان دائما الألحان الحزينة قريبة لقلبي كثير. ليه؟ ما أدري يعني. هل أنت إنسان حزين؟ هل أنت تعتبر نفسك يعني إنسان حزين؟ الله يجيب الحزن يا عبير. استني بس خليني أعرف، لأنه هو بدأ كمان يدمس. لا دائما الألحان الحزينة تكون لما أسمعها أنا فيصل أحس فيها كثير. أحسها تلامسني وتلامس الناس، ما أدري ليه. ودائماً فيصل يحب يغني الأغاني اللي هو يحسها. صح أكيد. إذا شيء أنا ما أحسه ما راح أغني. أكيد. أبداً. ترى يعني الناس ماخذين فكرة إنه فيصل ما يغني إلا أغاني حزينة. والله يا ناس أغني طربي. وعلى فكرة. بس إنه ممكن يشوفون الناس قاعد تسمع ما تسمع إلا الحزين، لكن في أغاني طربية. في كذا أغنية طربية. لكن ممكن لوم فيصل مو حلو في الطرب، حلو في الحزين. انت فنان يعني بتحس الشيء اللي تبغى تغنيه، يعني اذا ما حسيته ما تبغى تغنيه، يعني اهم شيء عندك انك تحس سواء كلمات او لحن. طيب نبغى نطلع من جو الحزن هذا. وبدي اسالك، هل شاركت في مناسبات محليه وطنيه مثلا مهرجانات؟ كان لي عده مشاركات، لكن وطنيه ما لي وطنيه، لي مشاركات في مهرجان الرياض اللي هو موسم الرياض. وبرضو اليوم الوطني إن شاء الله راح تسمعون عمل جميل المطر القادم بإذن الله. ما شاء الله بإذن جميل. الله جميل. ما حتغششنا شيء بالضبط. سمعنا حاجة وطنية حاجة لنا شيء. طيب فيصل، بما أنك قلت إنه أنا أغني طربي غير إنه الحزين، مع إنه لونك بالحزين مرة جميل، يعني إن شاء الله الله يجيب لك يوصل. الله لا يجيب لك حزن. 6 مليون مشاهدة خذاك اللي خذاك ورحت لما غنيتها، يعني أتوقع الناس حبتك وتقبلتك بذا اللون بالذات. صحيح. ما حأطلبك أغنية أنت تغني، أبغاك أنت تغني الشيء اللي أنت حاب تغنيه الآن.
كالعادة أنا أذكرك إنه أنت غنيت الأغنية اللي تبغاها رندا وغنيت الأغنية اللي تبغاها ريم وسحبت علي. إحنا المفروض أي فقرة طربية مكتوب ألف مرة ضروري. إحنا هنكتب الأغاني اللي نصير نحبها كده على بورد وأنت تختار. الأغنية هذه جميلة جدا وطربية تعجبك إن شاء الله. فعلاً الأغنية يعني أنا أحبها أصلاً وعجبتني جداً والدخلة والعزف وكل حاجة وبصوتك مرة حلو. حبيت أنه أنت تعطي قفلات معينة بصوتك، أنت تحب تعطي أداء مختلف للأغاني. يقول لك كل فنان عند لما يؤدي أغنية ولما أنا أديها مثل ما أديها أي فنان فنانها الأصلي لما يسمعونها طيب مني وش إيش الفرق؟ صحيح. بس ترى هذا أدائي أنا يعني. رائع. هذا مهم. يعني صح. هذا أدائي أنا لا أتصنع ولا شيء، أنا كذا أغني. برافو. جميل. طيب فيصل نبغى نعرف طموحك أو خطوتك الخادمة إيش ناوي تسوي؟ بإذن الله أنا الفترة هذه كلها مهتم في كذا عمل عندي. ومتحمس لأنها ترى النور إن شاء الله بإذن الله. ومتأمل فيها خير إنه الناس تعرفني أكثر وأكثر. ومع أنه يعني الحمد لله عندي جماهير كذا حلوين يتابعوني في كل مكان يحمسوني بكل مكان. هذا الأهم. كلمات إيجابية أعجز يعني عن شكرهم دائما. يسألون وين الجديد، ليش غبت، يلا لا تطول. بعض الأحيان الواحد يحتاج أنه يختفي. صح. وأنا قاعد أشتغل بس صحيح. الجمهور مو يعني مو داري اني انا قاعد اشتغل. صحيح. بس يفتقدك دائما. بس باذن الله راجعين ان شاء الله وبقوه باذن الله. جميل. باذن الله. فيصل كلمنا عن الان، احنا شفنا الفنانين الشابين او الشباب
دائما لما يبغون يتواصلون مع جمهورهم يتواصلون عن طريق السوشيال ميديا عموما. بس خليني اكمل سؤالي لك او تجاوبنا عليه بعد ما نطلع هالفاصل. اكيد راجعين فاصل وراجعين. بودكاست سيدتي. سيدتي بودكاست. غمض عيونك واسمع وشوف. زهقتوا من الصورة؟ مو مشكلة، ممكن تكتفون بالصوت. ما يكفيكم الصوت؟ كمان مو مشكلة، نلقاكم بالصورة والصوت. بودكاست سيدتي، كل يوم جديد ومفيد، مع سلسلة من البرامج الاجتماعية والترفيهية والقصة الإنسانية، لقاءات مع شخصيات تحترموها وتحبوها. سيدتي بودكاست، غمض عيونك واسمع وشوف. عشقت الليل. يمكن أغلب المطربين وفعلاً اللي بيعزفوا ويمكن ياخدوا كمان أشخاص اللي بياخدوا هذا الخط أو هذا المسار في الموسيقى يحبوا من جد الليل. كيف سمعنا يعني أو قل لنا إيش بتسوي في هذه الفترات؟ ليه دائماً ما يكون الليل بيعطي وحي أكثر سواء كان في التلحين أو في اختيار الكلمات؟ أنا ما أدري كيف عرفت أني أحب الليل أنا أصلاً. مع لأنك غنيتها. دائما الليل هدوء، استكنان، روقان، تحس الناس نايمة كلهم وانت صاحي لحالك، تعطيك وقت لنفسك. اي كذا اعرف الحن في الليل، لما يعني اسجل اغاني مثلا ما اسجلها الا بالليل، احس الناس كلهم عيونها مو عليك في الليل، صح، مثل اللي داوم شفت ليلي تحسهم لحالهم يعني صح. منعزلين مره جهه لحالهم، احس ان الليل يعطيك مساحه اكبر. صحيح. ما ادري بس انا اروق في الليل يعني. جميل. مره اروق، ارتاح كذا في الليل. انت متفرغ للفن ولا في الى جانبه في عندك عمل او شيء ثاني، ولا خلاص اخذ الفن هو ده الطريق اللي راح اسلكه هو ده اللي راح يكون خلينا نقول مصدر دخلي او رزقي؟ شبه متفرغ انا للفن بصراحه، يعني شبه متفرغ. كل وقتي اقضيه بالاستوديو، يعني مسوي لي كذا هوم استوديو، كل وقتي فيه. حلو. كل الليل فيه. يعني مش موظف؟ لا ماني موظف. حلو. دائما لما انت تحبين حاجه وتجلسين كذا تركزين فيها. صح. وتركز فيها كذا بتبدا فيها اكثر. صح. اتفق. ما انت حاب تغير اللون اللي انت ماسكه؟
يمكن أنه لأنه شفنا الهبات، أو عفوا خليني أرجع لسؤالي قبل الفاصل إذا تسمح لي. كنت أسأل عن السوشيال ميديا والشباب كيف، والمطربين الجديدين كيف جالسين يتفاعلون مع جمهورهم، صح. وحتى ممكن ينتقدونهم أو يعني يأخذون الشيء اللي هم يحبونه لما يفتحون لايف انستغرام مثلا، تويتر، يعني لما يجلسون يتواصلون مع جمهورهم مباشرة. هل فكرت أنه أنت تعملها؟ يعني قبل مثلا بعد يومين إن شاء الله حتطرح أغنيتك، يعني قبل ما تطرحها أنه حاب أنه أنت تسمعهم قبل ما تطرحها؟ أنا سمعتهم قبل. أوكي. ودائما أسوي بثوث انستغرام في تفاعل معه. ودي أقدم رسالة لكل فنان في مثل حالتي هذه الآن، إذن من طين وإذن من عجين. من أي ناحية؟ إذا أنت قاعد تقدم حاجة جميلة ومقتنع فيها من نفسك، صح. طبعا غلط أنه أنت تقدم شيء وتنزل على طول، لازم صحيح. تشاور فيه أساتذة، ناس فاهمين، طبعا صحيح. اعرف من تشاور، شاور الشخص الصح. إذا قال لك كل شيء تمام، بالعكس جدا جميلة، أقدم. لكن أنه أنت تفتح أذنك لكل واحد شيء متعب الصراحة، يعني تتعب نفسيتك. صحيح. انت كفنان تتعب نفسيتك، ما لانه مو الكل انت تعجبهم. صحيح. معك حق. يعني يمكن اهم شيء يكون في بينك وبين المتابعين والجمهور والناس اللي معك وواقفه بتدعمك من الاول تفاعل، بتاخذ رايهم، بتتكلم معهم وبتتواصل معهم دائما. وانا هنيك بصراحه انه انت بتشاور برضو اساتذه في اختيارك للاغاني، لكن ترى يعني احنا مبسوطين مره معك، وفعلا ما نبغاك تروح، بس جاك تهديد. الله يستر. في أغنية طالبينها، ممكن مرة ثانية. إيش هي الأغنية؟ كنترول. لا زاد فين الحزن. لا زاد فين الحزن. والله ما حضرتها ولا حتى حفظت جملة بسيطة. أنت عارف التهديد إيش؟ يقولوا لك ما هتطلع من ما هتطلع من الاستوديو. ما هي عشان كده يعني، يا تغنيها هي، يا تغني لنا أغنية ثانية ونطلع فيها. طيب أقول أغنية ثانية قريبة من الأجواء. ما عندك مشكلة. طبعا إحنا مشاهدينا نحب نشكر فيصل على تواجده معنا اليوم، فعلا أمتعتنا، وشكرا شكرا شكرا يعني على الألحان الجميلة والصوت الرائع، أطربتنا، يعطيك ألف عافية. أنا اللي سعيد بتواجدي معكم الصراحة، في قناة مثل قناة روتانا. نرفع المايك شوية كمان فيصل. يلا يا سيدي كمان نورتنا برضو زيادة ولا؟ أيوه. yeah. أوكي. yeah. طيب وتفكيري قديم، عايش زمان عبد الحليم، هي القلوب تغيرت والناس تضرب بالصميم، يا ليتني باقي طفل ألعب وكل همي آفل، ما حسي لو عات اليتيم إذا دروا إني يتيم، يا ليتني باقي طفل ألعب وكل همي آفل، ما حسي لو عات اليتيم إذا داروا إني يتيم. طيب 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 وتفكيري قديم. في 2060 لهذا الأسبوع، السياحة البيئية جاذبة للزوار ورافدة للاقتصاد، وسياحة المغامرات لمن يتجرأ من الشباب. 8 مفاتيح امتلكيها لضبط إيقاع حياتك النفسية. 4 أمراض جلدية واسعة الانتشار مع تغير الفصول في الأزياء والجمال.
صيحة التقليمات ونصائح لارتدائها، ودليلك الشامل لصبغة الحاجبين نجمة الغلاف إلهام الفضالة. لن أعلق على غسيل المشاهير، وأنا سعيدة بما حققته. أحمد حاتم، غيرة زوجهن الزاهد مني كلام عار عن الصحة. اقرأوا كل جديد في المنوعات والموضة والجمال والأزياء عبر النسخة الورقية في الأسواق والإلكترونية عبر موقعنا سيدتي.net، وشاركوا معنا في مسابقة حملة مجلتي سيدتي والرجل لمتنا سعودية. سيدتي، سيدة المجلات العربية، معكم دائما. مشاهدينا، بر الوالدين هو أقصى درجات الإحسان لهما، وقد جعل الله للوالدين منزلة عظيمة لا تعادلها منزلة، وكل إنسان يريد أن يكون بار بوالديه، ولكن هل الجيل هذا يتسابق على بر والديه؟ وهل اختلفت معايير بر الوالدين مع تغيير الزمان ومع ظهور خصوصا السوشيال ميديا وسيطرتها على غالب وقتنا؟ كيف لنا أن نجعل هذه التقنية تسهل علينا ولا تأخذنا من والدينا؟ هذا اللي راح نناقشه اليوم في السالفة وما فيها مع ضيفتنا المستشارة الاجتماعية الأستاذة منى الغامدي. هلا وسهلا بك. هلا فيك، الله يحييك، يعطيكم العافية، وأنا سعيدة أني معاكم مرة أخرى. نورتين، الله يعطيكم العافية. يعني في البداية أنا راح أدخل معاكي في الموضوع على طول، يعني إحنا كلنا عارفين أنه بر الوالدين هو رضا الله من رضا الوالدين، خلينا نقول وجزء أساسي من عقيدتنا وديننا وحياتنا الاجتماعية، ولكن مع دخول السوشيال ميديا وانشغال كثير من الناس في حياتهم بها والتقنية، صار من الصعب أن الواحد يدي وقت زي زمان، زي ما احنا يعني زي امهاتنا وابائنا كيف كانوا زمان مع اهلهم. احس انه احنا اليوم مننا زي زمان، كيف تغير الزمن. اي الزمن تغير، يعني احنا الان لما نجي نتكلم عقوق الوالدين كثير يقول يعني حتى اولادنا الان ايش يعني لا تصير عاق؟ طب ايش يعني عاق؟ يعني لازم يفهموا ايش معنى عقوق. يعني والعقوق له اوجه كثيره ترى. يعني لما نقول عاق يعني يعق، يعني قطع، يعني عدم صله. فإحنا الآن فعلا في مجتمع يعني كثير صار في غفلة سواء من الآباء والأمهات أو حتى الأبناء عن الأمور هذه اللي تخص صار في تهاون البر والعقوق. يعني صار في تهاون كثير. بس إحنا دائما نتكلم عقوق الأبناء، عقوق الأبناء، بس قبل ما نبدأ فيها نشوف عقوق الآباء على الأبناء. يعني من البداية طبعا هي دائما نعرف أنه التنشئة لها دور أساسي في خلق الابن البار أو الابن العاق، ولكن نعرف أن الهداية من الله سبحانه وتعالى. صح. يعني مرات إحنا نقول ممكن التنشئة، مرات مش التنشئة، يعني ممكن يكون ابتلاء للوالدين. صحيح. فلازم إحنا يعني نفرق بين هذه الأمور ونعرف متى يكون ابننا عاق ومتى نكون نحن كأباء وأمهات متى نكون عاقين أيضا بأبنائنا ولا نساعدهم على هذا العقوق. أنا أحس منى دائما الآباء أو الأهل لهم دور أنهم يحننون قلب طفلهم. صح. عليهم، يعني أحس من الصغر يعني لازم تجيب لي، لازم تعطيني، لازم أنه أنت تبوس رأسي، لازم أنه أنت تبوس يدي، لازم أنه أنت تهتم فيني. يعني والله إحنا مقصرين صراحة، يعني مقصرين ويعني ونعتذر أكيد من أهلنا على قصورنا، لكن هم يعرفون أنه إحنا في بعض الأحيان ننشغل وشغل يعني، والضغط اللي عندنا ممكن يكون خارج عن إرادتنا، لكن إحنا عارفين قلوبنا معهم، عارفين انه احنا اكيد على طول معهم. بس هو لي كيف ممكن يساعد الاهل او يساعدون الاهل عيالهم انه هم يبرون فيهم؟ طبعا احنا الان يعني في عصر لابد حتى الاباء والامهات يبدا شويه حتى يعني طلباتهم تتغير في من ناحيه اللي هو بر الابناء لهم، لانه الانشغالات يعني اصبحت اكثر بكثير. صحيح. الاعمال اصبحت اكثر بكثير. احنا لازم نساعدهم انهم يبرون فينا. ما تكون طلباتنا كاولياء يعني كاباء وامهات صعبه وكثيره، لكن لابد انه احنا زي ما قلت لك احنا من الصغر نربيهم على الاشياء البسيطه هذه، نربيهم على التقوى وعلى طاعه الله. كثير الان صراحه اصبح في عقوق كبير، وفي بعض انا مره قرات قصه ام تشتكي لاستشاري نفسي تقول انا دخلت على ابني الغرفه وقام طلعها طردها. قال لها كيف تدخلين بدون استئذان؟
يعني يقول امه كيف تدخلين غرفتي بدون استئذان امه. طب هل طبعا احنا نعرف انه في شيء اسمه امه, فنعرف انه في شيء اسمه اداب استئذان وما الى ذلك, لكن لو يعرف معنى انه هذا يعتبر عقوق ما مارس هذا. كيف كان عمره يعني لو تعرف؟ يعني هو تينيجرز يعني مراهق يعني اكيد مراهق. يعرف اي لا ليش احنا طبعا احنا نضع ايضا للاهل مسؤوليه في هذا الموضوع, لانه الولد لما ينترك مع الاجهزه او مع صحبه سيئه او نوع تعليم مختلف يعني او ما بيتعلم الدين الصحيح في بر الاباء, القوانين الغربيه هي اللي بتعلمه. يعني هذا الولد كان يدرس, تحكي انه يدرس مدارس اجنبيه, فما عندهم في برا في الغرب عندهم اللي قوانين وتعليمات صح, ما في شيء اسمه بر. اي صح عرفتي صح. فاحنا نخلق من اولادنا معنى البر, والبر مو بس للام والاب, للجد والجده, للعم والخاله وما سلف. فبالتالي ايضا لهم الاهالي دور مهم في خلق الابن البار. صحيح. طب هل ممكن نحول سلوكيات الابن البار او العاق, عفوا الابن العاق واللي مثلا مثل المراهق اللي انت ذكرتيه قبل شويه الى تصرف سليم؟ نقدر نحول سلوكي, نقدر نفهمه متى مثلا لما يكون هو مراهق وخلاص قد بدا يبني افكاره ومبادئه, متى انا اقدر اغير هذا السلوك فيه, افهمه انه لا هذا اسمه عقوق والدين؟ طبعا احنا يعني لازم يكون في هناك تحاور عند الاباء والامهات, لابد يكون لي وقت مستقطع من يومي حتى لو كنت امراه عامله. صحيح. يعني من يومي انه كيف اعلم ابني يعني اللي هو بمحاولة أنه يكون ابن بار, لأنه أوضح له اللي هي آثار العقوق سواء في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صحيح. لأنه آثارها قوية وعظيمة. لو يعي هذا الطفل أو هذا المراهق أو حتى الكبار يعون اللي هو العواقب, عواقب العقوق ما كان أحد تجرأ وعملها. يعني أولها هي كبيرة من الكبائر, من كبائر الذنوب. يعني وأيضا دخول النار يعني, وايضا انه وقت الموت لا يستطيع ان يعني ينطق الشهاده. وايضا انه سبحان الله يعني يعني يدخل يعني سبحان الله لا يدخل الجنه الا لما امه وابوه يرضوا عليه. صحيح. فهذه امور كبيره يعني ويراها في دنيته يعني, بس منى يعني يدخل في مصائب. في حاجه ابغى اقول لك, انت كمان ركزتي على موضوع الوالدين, لازم الوالدين يقولوا, لازم الوالدين يعملوا. بس انا اتذكر شيء, يعني احنا لما كنا بندرس في المدارس على جيلنا احنا, كان هذه من الاساسيات اللي موجوده في التعليم ولازم نعرفها. نعم. واحنا عارفين كل هذه الامور انها من الكبائر, انك لا تستطيع ان تقول الشهاده وانه لكن الان ايش دور التعليم في هذه النقطه؟ طبعا احنا طبعا هي البيت والمدرسه دائما في حلقات تذكر سابقه تكلمنا فيها دائما مرتبط, لانه ايضا مناهجنا لها دور انه انا ايش اللي بقدمه لابني, لانه انا هذه تعاملات اجتماعيه وهي تعاملات مع الدرجه الاولى من العلاقات الاجتماعيه اللي هم الام والاب. انا كيف يعني دائما الان كثير نسال عن المدارس, ايش المدارس القويه اللي بتربي تعليم, بتربي سلوك وتغير اتجاهات. نعم. يعني فبالتالي انا دائما بكون حريصه يعني هذا اقول لك اللي حتى الاباء ما يقعوا في عقوق ابنائهم. لابد انه ايضا يعني اسعى الى تعليمه. صح. كثير اهتم بتعليمه وثقافته واربي فيه ان يكون نشأ صالح لي في بيتي وايضا للمجتمع. نعم. فعشان دائما كذا احنا دائما نقول من التنشئه من الصغر. صح. فكله هذا بيأثر اذا كبر. طيب استاذه منى, يعني الان ان بعض الاباء والامهات بيتبعوا التربيه الحديثه والمودرن في تربيه ابنائهم, واللي من اهمها انه كسر الحواجز واني انا اكون صديق لبنتي. أي. اكون صديق لابني. فهذا الشيء هل ممكن خلى الاطفال او الابناء يتهاونوا في بر الوالدين بحكم انه انا وماما صحبات, أصدقاء. احنا اصدقاء. أيوة. الان هو شوفي العلاقه هذه جدا جميله اذا كانت مبنيه على احترام وخطوط حمراء لا يتجاوزها الابن او الابنه. يعني في بعضهم يعني ترى يعني السوشيال ميديا اصبح لها دائما نقول الصحبه السيئه. ايضا من الصحبه السيئه اللي هو وسائل التواصل اللي بتكون اللي هو الجوال المرافق دائما مع الابن والابنه. نعم. فبالتالي بيدخل مثلا بيتابع مسلسلات, بيشوف افلام, بيشوف فيها من العقوق ويشوفون انه عادي. بس. طيب انا ليش انا اقول الاهل بده يكون في حوار في اللي هو ان اكون يعني يقول لك كبر ولدك خاوي, لكن اخاوي مو معنى انه يتجاوز حدود ادبه معي. يعرف ايش هي الحدود اللي يكون فيها مع الام والاب.
سواء في الحديث، في خفض الجناح، في عدم رفع الصوت، في الذل للوالدين. يعني حتى لما ذكرتي انه احنا انشغالاتنا وهذا، لا خليها دوام رسمي. يعني انا اداوم في شغلي واداوم عند امي وابوي. صحيح صح. يعني شوفي لا نستنى للام والاب يطلبوا منا هذا الشيء. شوفي هم يعني مهما قصرنا مستحيل طبعاً. لا نفي بحق انه انت توفينهم حقهم من جد، يعني الله يحفظهم ويرحم الاموات منهم. لكن خليني اسالك منى، تربيتنا اول غير يعني اول كنا تقبيص كفي مين يسار ماشي شكرا لهذا النظره كانت تعطي في نظره خوف. شوفي انا اخاف من ماما للان لما بس تسوي لي كذا تناظرني ذا النظره، النظره دي تكفيني صح. خلاص اعرف انه انا مسويه شيء غلط للان كانت تسارف بعيونها من جد خلاص افهمها. لكن الان لما اناظر اختي الصغيره مثلا لا ولا شيء ولا بيشكي طالعيني ولا نهائي ليش ناظريني. هذه هي التربية تختلف. جرأة. ساعات الأهل يكونون يضغطون على عيال أو مثلا التربية تكون واحدة لكن الشخص نفسه مختلف. فهنا كيف الأهل ممكن لأن حتى الأهل تراخوا في تعليم أبنائهم. إحنا لازم نربيهم على تقوى الله ومخافة الله. وخاصة يعني في الوالدين أقرب الناس لهم، هم صحيح. السبب في وجودك في هذه الحياة أكيد. فدائما يقول أيوة حليب أجيب لك حليب كذا يعني فهمتي. فيه صارت عندهم ردود قوية يعني طيب أنت يعني بعدين إحنا دائما يقول الأم اللي تربي مو بس اللي تخلف صح. يعني وبعدين إذا كبروا أنت إيش سويتي لي أنت إيش عملتي لي. هو الجيل الحالي ما بيبر؟ انت شايفه انه الجيل الحالي ما عنده بر؟ والله احنا ما نقدر نعمم، بس انه الظاهر يعني من الظاهر كثير صاروا الابناء بعيدين كثير عن الام عن الاباء والامهات. يعني صار في عقوق يعني يلاحظ، يعني رفع الصوت، العزله، الابتعاد عن الوالدين، كل هذه الامور يعني كلها بتخلق ابن عاق. وما في مانع أن الواحد دائما يذكر نفسه ويذكر أبنائه عن بر الوالدين وأهميتهم. نعم. وكيف الواحد يبرهم. شكرا لك يا أستاذة منى. الله يعطيك العافية ويرضى عليك. وإن شاء الله عندنا كلام كثير كنا حابين نطرحه ولكن ضيق الوقت. إن شاء الله إن شاء الله في المرة الثانية. مشاهدينا إحنا كده وصلنا لختام حلقتنا لليوم. لا تنسوا أنكم تتفاعلوا معنا عبر هاشتاج برنامج سيدتي، آراءكم واقتراحاتكم والمواضيع اللي حابين نتكلم فيها. شكرا لكم وشكرا لوجودكم معنا وأنكم استمتعتوا بهذه الحلقة وإلى اللقاء.